نحن مرة أخرى نقول بأنه الفتنة خط أحمر، الفتنة، والقرآن هو الذي قال لنا بأن الفتنة ليس فقط خط أحمر، بل الفتنة أكبر من القتل، أكبر، أشد من القتل. من يريد إقامة احتفالات لإثارة نعرات مذهبية وإثارة الفتنة بين المسلمين، الفتنة نائمة. الحمد يعني للأسف الآن هي ليست نائمة، أيقظها الصهاينة والأمريكان وبعض الجهلة في ساحتنا الإسلامية من السنة ومن الشيعة للأسف. ولكن سمعت الفتنة لا